اليوم هناك تدشين هذه الباخرة حامل الحاويات، فهي الأولى هذه جانات، كان الثانية سيرتا، والثالثة برج باجي مختار واحد. إذن إن شاء الله بهذا الاستعمال هذه الباخرات المهمة نخلص من عدد المعاولة الصعبة اللي تروح الأجانب، وهي نقطة ربما نقطة سوداء في استعمال الإمكانيات نتاعنا، ولذلك هذا مشروع على كل حال للحكومة أنه نكثف في شراء هذه البواخر من هذا النوع إلى نصل إلى نسبة مئوية مقبولة، ونتمنى أنه تدريجيا بهذه الطريقة تكون لدينا استقلالية واستعمال الوسائل اللي هي في إمكانيتنا، لأن إطارات متكونة في المجال البحري، ولدينا إطارات في الصيانة، والآن المهم هو العمل، لازم نبدأ في العمل من إعادة مكانة ودور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط وفي الاقتصاد الجهوي والعالمي.